أهلين بالمختار، أهلين بالعقيد. الله يبارك بعمرك يا رب. ان شاء الله الف مبروك يا ابو عبده. الله يبارك فيك. مبروك ابو عبده. الله يبارك فيك عديل. اهلا وسهلا. وضح. وضح. شرف معلم. شو يا بطاي؟ جاهز؟ ايه لعيونك جاهز. يلا. الله يصلحك يا ابو وضاح على هالورطه. شو جايب كل اهل الحاره؟ يا سواد وشك يا ابو عبده من شباب الحاره. لو كنت عرفان بحسب حسابي. عاوز شي يا بي؟ لا يا بي، حسبت حساب الشباب برا. ايه لك، رجلي برا عم يضيف راحه وسكاكر. سكاكر؟ منين اجت السكاكر؟ سكاكر؟ طيب شحن. منذ ايدكم يا جماعه، تفضلوا تفضلوا يا شباب، تفضل ابو وضاح بديلك. لا تواخذني يا ابو عبدو، انا الحلو ما بيواتيني والله. سلامة قلبك ان شاء الله. تفضلوا شيب. تفضلوا. امني شيخ داشي، امني. الشباب انضربت ايده بالسيف والدم عم ينفر من ايده نفر. يا علقان، مين هذا الشاب اللي انضربت ايده لك يا مو؟ ما بعرف، يمكن وضح. وضح ابن عمتي. وضح؟ ايه ايه وضح، اكيد هو. يا سلام، أوعي في ناي، في ناي. مجاري الهلا ونجيب. على قلبك بداشي، على قلبك حبيب قلبي. يا لطيف يا لطيف، شو صار؟ مي مي مي، شو صار؟ يا روح الرجال من بين ايدينا، مي مي على الفرع. يا ابو لطفي، ضروري تقلو صحتين يحتك. لا يخرب بيته، لو بيطلع بيده لا ياكل الدنيا كلها. لك شوفوا لحقوه. صحوا صحوا صحوا. فجعان من طول عمره فجعان. يا لطيف، والله لو ما لطف الله ليروح قتيل القطايف. واحد والله يا جماعه، واحد والله. صلوا على النبي واتركوا الزلمه بهمه يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لك حط من ايدك، ما كفاك اللي صار فيك. خلاص ابن نجيب، حصتك من القطايف تاخذها معك على البيت. الله يخلينا مختار، الله يكرمك سيد راسي، الله يكرمك، والله ما في منك. اي والله ان شاء الله يا رب، وقت بيروح على البيت يلاقي اولاده فايقين حتى ياكلوا له ياهم. شو؟ لا سيد راشي، لا اكيد بيكونوا ناموا. شو فياهم؟ لا اعوذ بالله. اعطونا شغل نقطع الدم بس. هات ابو جمال لعيونك. خبرتوا فوق ايه؟ الله يرضى عليكم يا شباب، لا تخبروا حدا من الكباريه، ما بدنا ننزع الفرحه على خالي ابو عبده. لعيونك ابو نور. وضح، خذ السيف وضربني على ايدي، وهي قدام الشباب، دمي مهدور لك. صلي على النبي لك شاهير، شو عم تحكي انت؟ شغلة بسيطة. اللهم صلي على النبي، عم بقول لك خذ السيف وجرح ايدي مثل ما جرحتك. لا حول ولا قوة الا بالله. يا شباب، مين في بيناتكم ابو ضايب بيجي يجرحني بايدي مثل ما جرحت وضاح؟ صلي على النبي شاهير. لك مين؟ لا اله الا الله. يا رب يا رب يا جرح حاله. لك اعطونا شو عم تحكي؟ يا الله الله يسامحك. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يسامحك يا ابو فهد، شو عملت بحالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خير شاهر؟ جرح وضح بالسيف. شو هالحكي؟ وين والله؟ برا عقيد. لا تجيب سيرة دم الكبارية. أمرك عقيد.
يلا اذنكم يا جماعة. طيب يا عبيد. شوف يا عبيد. مشوار صغير. يامو سمعتي صوت العراضة من شوي؟ ايه سمعتها. لمين هالعراضة يامو؟ ما بعرف. شو بكي يامو في شي؟ ما بعرف. قلبي قامطني. مشغول بالي على اخوكي. يامو انتي موسوسة شو بده يصير له يعني؟ ما بعرف. ما بعرف. يعني شو كان صار لو رحت مع تبارية الحارة وباركت لأبو عبدو؟ اي والله الجماعة ما بيتركونا. كل ما صار عنا شي بيجوا لعنا. خلاص بكرة بنقول عنده على المشغل وبارك له. إيه لا لو رحت مع المختار والكبارية كان أوجه وأحسن. إيه ما بدي شوف حدا من بيت العياش وخاصة هذا العقيد وابن عمه شاهر. يعني يا رجال ما كنت تنسى هديك القصة؟ بيتهم وبطلوا يبيعوك يا شو يعني قامت القيامة؟ آخ لك الغلب صعب يا مرا صعب. ما بتذكر شو عملوا فيه بهذاك اليوم. بعنا بيتنا القديم وبعنا ذهباتك وتدينا مصاري وبالأخير قلبوا علي ولكوا يا ريت استخدموا للبيت خلوه مسكر 6-7 سنين. عملوا كل القصة هيك شكارة. الجماعة هيك أعلون ما بيحبوا يبيعوا أملاكهم وأخوهم لما باعك البيت ما كان مشاورهم. خلاص 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 إيميني من سيرتهم. الله يرضى عليك إيميني من سيرتهم. خلاص على مهلك. الله يصلحك يا أبو فهد. لك ليش هيك عملت بحالك؟ مو بإيدي لك وضاح. الله وكيلك مو بإيدي. لما شفت منظر الدمع ينفر من إيدك ما تحملت. لك أنت ابن عمتي يعني كمان السيف له أهله. واحد لازم تضل عينه على غريمه مو عين فوق وعين تحت. لا لا صفوان ما حبيت منك هاي بنوب. وضاح أنا بعرفه قد وقدود. لك عم نحرك شو ابن عمتي وبعرف قديش قضاي حركة شي وضاح. عفاف شوفي بمعنى على السريع سخني لي طنجرة مي صغيرة وجيبي لي رشة ملح بسرعة. مي سخنة وملح مشان شو؟ لك بعدين بحكي لك مو وقتها امشي. ايه مين؟ ناصري. مين؟ ناصري شبك يا عمو شبك؟ لحمق لحمق وين لحمق؟ عقيد ابو ادهم عقيد ابو ادهم. الله لا يوفق يا تحسين ويبليك بقتلك بجاه كل من الوجع عند الله يا حق. يا مو ناصري قوم تقبرني كلك شقفة لحمي بتقيتك لك امي. هدول جيب لك اياه هون العقيد ابو ادهم. ضبع ضبع. وين الضبع لك امي؟ نمر. لك امي ما في لا ضبع ولا نمر انا جنبك ليكني لا تخاف. ضبع ونمر. يا لقامتي راح الولاد. لك امي ما في شيء ما في شيء انا جنبك. منيح منيح. اه يا ربي انا وياه كله شقفه لحمي له من الصبح على لحم بطنه ولي على قامتي. الله لا يوفقك يا ابو شرف. يا لك ابني انا امك. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ارتاح يا مرتاح ارتاح حبيبي ارتاح ارتاح. يلا يلا يا الله لا الهي وانت شاهي يا رب. مساء الخير. مساء النور. شو ليش لحالكم؟ وين وضاح؟ ليش وضاح ما كان معك؟ مبلغ كان معي لما كنا عند الجماعة ببيت أخوك يا أبو عبدو. بس لما طلعنا طلع هو والشباب وما عاد شفته. قلت لحالي أكيد بيكون سبقني لهون على البيت. قولي على قامتي وين راح الولد؟ شبنا رويدا شو هي ولد ما ولد؟ ما شاء الله وضاح صار رجال والناس بتحلف شواربه. أنا بالنسبة إلي بضل ولد. دخيلك يا رب وين راح بهالليل؟ يعني وين بده يكون رايح؟ أكيد سهران مع رفقاته الشباب. يمكن بالقهوة لأنه الحكواتي اليوم بده يبلش بالتغريبة. يابي بيقولوا تغريبة بني هلال حلوة كتير. جيب لي قصتها خليني اقراها. تكرم عينك سموح. بس شوفي الله يرضى عليكي بجيب لك ياها لكن بشرط بس تقريها بتقريها لأمك. لك شوفوا أنا بشو وانتو بشو. لا خلص شبنا روق لك جساس شبك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.